فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة نهائي كأس تونس بين مستقبل المرسى وكذلك نادي صفاقس في تتويج السي اس اس في كأس تونس. ضيوفنا عبد الكريم بوغير اللاعب السابق لمستقبل المرسى والمدرب السابق أيضا للفريق، كريم بن عمر اللاعب السابق لنادي صفاقس وكذلك مستقبل المرسى والمدرب. كريم، كنت في تجربة في ليبيا أنت؟ كنت في ليبيا، كنت في ليبيا النادي الخمس، كنت شاد الاسبوار نتاع النادي. أي شنو فماش حاجة في المستقبل؟ والله قاعد خلينا نستغلوا الفرصة، فما برشا حكايات وإن شاء الله ربي يسهل. في تونس ولا البر؟ البر، البر إن شاء الله. تونس لا، مازال فما شيء صعيب شوية ما نقدرش. ليبيا السعودية شنو؟ ان شاء الله خليها في ستر ربي سهل ان شاء الله. نسيت الضيف الثالث. كيفاش نسيت الضيف الثالث؟ اي انا راني جاي، راني جاي الضيف الثالث معايا القادري ضيفنا معايا قاعد يحضر. انت كما حكينا ما فات قاعد تحضر في الشهيد نتاعك، شنو باش تولي مدرب هكا ولا ان شاء الله؟ المهم باش نتمكنوا اكثر ونعرفوا اكثر لاكثر الاقل، نثقفوا في رواحنا خويا. كان جات حاجه بيان سور بيجي، ما جاتش احنا رياضيين ونحبوا الكوره ونحبوا معناتها نقدموا بكورتنا لاكثر الاقل. سامحني خويا اسلام، خاطر ثم برشا متابعين يتبعوا فينا من صفاقس، الحقيقه نحب نوجه لهم تحيه ومعناتها وصوره مزيانه في ملعب حماد العقرب ببيرادس. احنا صارت لنا شويه مشكله صغيره في امور التذاكر، كل شيء تصور انت جمهور هذاك ما كانش حاضر مثلا ولا يلقى صعوبات، معناتها راهو عرس كروي لازم كيف كيف المرسى. معناتها جاء حبيب محترم، اي جاء والله العظيم احنا فرد اثنين. انا خرجت من تونس جبت على القنطره نتاع رادس علامات المرسى وعلامات السي اس اس وروح رياضيه عاليه، هذه كره القدم. حتى كيف باش نساهم الزوج بالمرسى والسي اس اس؟ فلهذا بالله سامحني عبد الكريم ما ننساش، تحيه كبيره لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي خويا، مشكورين وديما واقفين مع جمعيتهم، احتراماتي. يعطيهم الصحه. باهي خلينا نكمل معاك، فلك قصيت عليك حبيت تحكي على حازم الحاج حسن. ظهر لي اللاعب هذا اول ما طلع مع منتخب الاصغر وقتها شفناه عمل، كنا نستناو منه برشا حاجات، وبعد كيف ليتوال مشى لبوردو في فرنسا لعب في ليك ان. حازم الحاج حسن كنا نستناو منه برشا حاجات، لكن اللاعب ما طلعش البالي اللي كنا نستناو فيه. ظهر لي اليوم الصدفه واحده خلته يكون اساسي في مقابله تاع الفينال ويسجل هو قود السي اس اس للفوز، خاصه مع الوضعيه نتاع فراس الشواس، مع المنع والانتداب، مع العقوبات الملاعبيه الاجانب اللي ما لعبوش كيما دياكيتي. اللاعب استغل الفرصه باش تكون انطلاقه ليه هذه ان شاء الله. نتمناو هذا. حازم حاج حسن معناتها قعد عام وثمانيه شهور ما لعبش، عنده مشكله في العقد نتاعو مع النجم الرياضي الساحلي، كي جا معناتها النادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه زاد تعرض لاصابه، الظروف ماهيش ماشيه معاه، لكن خدم وصبر ونصيحه معناتها ومساج لي ولاي لاعب معناتها راهو الفرصه ثمينه وغاليه، لازمك تكون في المستوى. احنا توا كيما قال احنا نرفعوا لك القبعه، ما دام سجلت هدف وكنت معناتها عندك نسبه كبيره في الهدف الثاني معناتها عملت ذا. وبالمناسبه عبد الكريم انت مدافع سلب قبل وكذا ونعرفوك، معناتها البنيه تبدا في وسط الملعب مش تبدا وضعيه بالله. اي قبل تبدل انا برا وخي انا الهدف الثاني نتاع النادي الرياضي الصفاقسي كيفو كنت عبد الكريم؟ اي ما فكاك يا خويا يعملهم الكل عبد الكريم. الهدف الثاني سهل برشا، اللي مدافع نتاع المرسى ما تخليش اللاعب يمشي لك معناتها للجهه هذيك، هزوا معناتها للكورنير، قربوا شويه للتوش، ما تخليش يدور بيك معناتها سهله، خذا راحته وحسام حازم حاجه حسن ودار وكذا، تخلي اخي جال اختر وتسجل الهدف. انا ايش حبيت نقول؟ صحيح كان مر بظروف خايبه، خذا فرصته استغلها، ثم اطار فني باش يعرف شنو هي التركيبه اللي لازم تكون، ديما سقينا على الارض، ديما مازلنا ما عملنا شيء، لازمنا شويه تدعيم. انا معناتها مشكورين على الروندمون تاعهم الحقيقه. هو كان مفاجاه ساره في النهايه. نعم. الحق كان مفاجاه ساره، ممكن هو فاجئ الناس الكل بالمردود نتاعو، كان عمل الفارق حق، سجل هدف وجيب هدف ثاني. الحق جوار نعرف انا من قبل من اللي كان كيتناسيونال حتى في الاتوال مع عبد الحي سلطان جوار دو كاليتي، جوار معنا مستقبل كبير ان شاء الله يخدم على روحه وان شاء الله يستغل الفرصه هذه اللي والنجاعة هذه ومش يكمل يخدم على روحه. هذا ما تعطيه كان ثقه في روحه، ما تزيدو كان ثقه في روحه وثقه في امكانياته، والعباد زاد عنده ثقه فيه ولا وكيف كيف بالله. شادي الهمامي معناتها نحب ونشكروه توا خرجت كلام اللي هو مدريتش السي اس اس، مدريتش
الحقيقة معناتها كبيرة الوسط الميدان تاع سي اس اس الحق، وعطى برشا كونفيونس للجان، وتحس سي تا ليدور في التيران، مكسب كبير للنادي الصفاقسي سورتو في الوضعية هذه تاع النادي الصفاقسي. كريم السي اس اس رغم ظهر لي ما يتحكي على مشاكل الفريق في اخر 4 سنين 3 كؤوس. هذيك هي الساتيسفاكسيون والهوية نتاع والشخصية نتاع فريق كبير، وقت اللي تعرف تتعامل مع الصعوبات والمشاكل اللي موجودة اليوم. صحيح الكرة التونسية الكل فيها برشا مشاكل، لكن اللي يتعدى بالسي اس اس في البريود الأخرانية معناها نحكيو على أرقام كبيرة، فهمت؟ أرقام كبيرة والشكايات كبيرة، الإفكتيف نقص معناها ليميتي نقص معناها نقص. راهو كريم دلوم كي خرج بساتيسفاكسيون معناها، واللي طار الفني الكل في الفينال هذيا دو ماتش معناها، ونقص لي تروز ايترونجي ولا لي كاتر ايترونجي، أنس الشبلي ودياكيتي وحسين علي وكاميرا معناها سي با فاسيل اجيري معناها في 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 فينال معناها جوي وتيترا رومبورتي. هذاك علاش انا ديما نقول لك معناها الاطار الفني هو اكبر مكسب اليوم مع اللاعبين الصغار في الظروف الصعيبه هذه. ديما تلقى اولاد النادي هي، وهو يعرف عبد الكريم معناها في الازمه نتاع مستقبل رياضي بالمرسى والطيوح، شكون نقاط المرسى؟ نقاط ولادها، نقاط لي زونسيان جوار ولادها مسؤولين. وانا امتي ميساج اسلام لازمنا نقولوه باللي مسؤولين تاع توا، خليو الكوره لما ليها، خليو الكوره لما ليها. وقت اللي تلقى فنيين ودي زونسيان جوار ولا مسؤولين فاهمين اش قاعدين يعملوا، ويعطيو الناس حقهم ويعطيوهم الاسباس باش يخدموا على رواحهم، ذو ناس لاعبين كوره وعايشين في تيران اكثر من 20 و 25 سنه معناها حتى الوقت معناها الغلط معناها ليميتي. وقت اللي تلقى ناس ما تفهمش تفتي في الكوره وتحكي في الكوره وتعمل في ريكريتمون باش تلقى معناها نتائج خايب. خدت انا معك مخ الهدره على المسؤولين، معناتها راهو المسؤول مش هيك اللي راهو تلبس المسؤول مش تلبس مليح وتاخف وتسلم، يلزمك تكون معناتها فايق بكل شيء، يلزمك تتبع الناس الكل. توا احنا مثلا في النادي هذا الصفاقسي احنا بعد على تونس، يلزمنا معناتها برشا الحقيقه الكره نتاعنا تبدلت، يلزمك تكون تتبع، يلزمك تكون تعرف، يلزمك تدافع على جمعيتك. ثم امور احنا في كاس تونس راهو تيتر صعيب، احنا الحمد لله معناتها مش بطوله، احنا تحرمنا من برشا حاجات في النادي هذا الصفاقسي، راه مش لغه وشعبويه احنا ديما ساعات نجيو الثلاثين الربعين، لكن تحرمنا برشا انه نجمو نجيو الثاني، نجمو نهزوا البطوله، نجمو كذا نشاركوا في الشامبيونز ليج، معناتها محرومين. كاس تونس شنو هي؟ مقابله معناتها حتى باي عوامل تصير بكذا نغلبوا الناس الكل بصراحه، ما تنقولها خاطر ثم احنا ديما نتعرضوا للمظالم ونتعرضوا لكل شيء. انا ما فهمتش الفار علاش عيط له في الهدف الثاني، معناتها فهمت انا استغربوا مع تشد صحيح وعيط له. إيه كان فهم امكانيه معناها نتاع مخالفه على حارس المرمى. توا يا رسول الله انا باهي. شنو باش تلوم على النيه زاد؟ باهي مش النيه دقيقه برك. يا ثبتوا فيها وما تحسبش فيها روح الحكايه. دقيقه معناتها هذاك ينجم الحكم يشوف خير من جماعه الفار، هذه الاولى. ثاني حاجه احنا ضد النادي الافريقي، ثم لاعب من النادي الافريقي مس الكره بيديه، هو ما تعيطلوش الاربيتر. معناتها اذا حسن النيه نحكيو عليها، مو الناس الكل كيف كيف، احنا ما نحبوش ناخذوا حق الناس. ما اعطينا حق. صحيح. بيان سور المرسى كان عندها حق ولا اي جمعيه تربحنا على الجداره راهو معنا حتى قلق ومرحبا، لكن ما تظلمناش زاد. اعطينا حقنا. الحق زاد الفار نقص برشا حاجات ونقص برشا اشكاليات وعطاه حق العباد الحق. ثم كان جا الفار برشا مشاكل، كان ما جاش الفار مستقبل مرسى زفروها ضربه جزاء ضد بنقردان. ثم حكاها وليد الهيشري في موزايك بخصوص المقابله ظهر لي ضد رادس لعبتوها وقتها في الكوب. وفات بينالتيات هي، شنو حكايتها؟ قال البينالتي دخلت وما دخلتش. ربيد هذاك جوير من رادس زعما حب يغم الجيش، قالوا شبكه منقوبه ودخلت الكوره، وديجا الجيش بحذا البار اللي تمرك لونج اللي تمرك في البونت، فهمت؟ تاثيرات على الاربيتر دخلت معناها امورها واضحه. دخلت اي معناتها ما دخلتش. كره رادس هي ما دخلتش. اي برا مسها الاخضر مسها تعدت بجنب البار، قالوا لي دخلت.
وهي جاب له شبكه قام منكوبه قال له هاي دخلت هاي شبكه منكوبه حبوا يغوروا حب هيك حكيت علاش قلت لك البار يقص برشا نزاعه ويعطي حق العباد وش خليها برشا مقابلات ونكمل فار سيرتو في البلاي اوف نقص برشا مشاكل. كلمه بالنسبه للنهائي صحيح كما شكرنا نادي صفاقسي وشكرنا الجيل نتاع نادي صفاقسي وما تنجم كجوار انت باش تعمل كاريرك بدايه فينال سي 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 حاجه كبيره وما تنجم تزيد كان ثقه في روحك وتعطيك الدفع باش تخدم اكثر. كما زاد نهنيو مستقبل مرسى ونثمنوا على المجهود نتاع اللاعبيه نتاع مستقبل مرسى اللي 60% من الجروب نتاعها ولاد جمعيه وجوارات شبان وزيد نشكر ونهني التروا جوار اللي عيطوهم كيب ناسيونال اولمبيك وليدك تمام الحمد لله شرفني برشا ووصرني برشا سيرتو كان واحد منهم كيب ناسيونال كوم ريال دروا عامين تالي عيطولو انا سنا رجع ما عادش عيطولو رجعتو سنا للوسط وعيطوا له كيب ناسيونال كوستيرا هاشم الغريسي مع ياسين الورسلي وان شاء الله خالت عثمان القروي زاد عيطوا له وان شاء الله خالت عمر الترايدي اللي 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 زاد عنده ديكاليتي كبيره عنده مستقبل كبير ياسر فهمت خويا عبد الكريم نتمنى لك التوفيق لكن عندي ملاحظه المرسى نحبها انا والله العظيم معناتها جمعيه احنا نحبوكم راه علاقتنا كبيره مع صفاقس واحنا برشا جوارات من صفاقس لعبت في المرسى صحيح ولو حاجه بالله شو نقول زي احنا كل ما نمشي للمرسى عمرنا ما خلصنا لوتير في صفاقس في صفاقس اه جميع احنا خلصوا جميع صحيح الليله بتاع الماتش لعبوها في صفاقس كسوة الزحاف ولطفي عبد الناظر والمعامله بالمثل تكون في المرسى ولا اسمي خالد لا لا ما نعرف حاجه انا سامحني مره زاد عملنا ستاج في 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 صفاقس اسبوع راه كام نحضروا مقابله وقتها طلع الجيم صدر لي حاسين مقابله مهمه ما خلصناش ما خداوش علينا زيد خلصوا سياسي علاقة طيبة ديما من قبل ونادي الصفاقسي يفرح بالعباد كما قلنا لكم انا عندي هكايا نتمنى حاجة ورا حاجة في مستقبل المرسى ريتو يوسف المويبي كان يكون متواجد مع الاكابر عنده دور كبير متواجد عم نوراو معنا كمدير رياضي وينو تو تو في الاسبوار هو تو ليه ما حبيت نقول دخل مدينة تدريب حبي معناها يدخل يمارس ويدخل يبدا فهمتني يوسف المويه بالحق عمنا ولا كان حاضر معنا وكان متجاوب مع مع الاطار الفني وقدم خدمات جليله للمستقبل ارض المرسى السنه خذا الشوا مش يمشي باش يبدا في 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 مسيره تاع التدريب خذا ليكيب سبور ان شاء الله ربي يوفقه وربي معه اسلام خويا ريت على جبت الموضوع نحكي لك حاجات هذيا راهي صاحبك موجوده ليا بار صاحبي صاحبي وخويا ولعبنا مع بعضنا لكن باش نحكي لكم حاجات في الكوره راهو ريتك الريشه والوهره والتعرك باش تحكي مع الملاعبي راهي عندها دور عندها دور كي يبدا انسان واقف يوسف الميبي متخلق لاعب كوره عنده معرفه نظيف راهو مهم ويحب المرسى ويحب المرسى بيان سير ود المرسى انا مثال حكيت عليه مش كاين هو ثم العديد كيما عبد الكريم كيما وليد خداش كيما كذا لكن انا ما راهي نصيحه راهو مهم جدا يبدا انسان عنده شخصيه ويبدا متواجد مع الفريق حتى اللاعبين يوريو يحب يوريو امكانياتهم مش كيما قلت لك معناتها مش تلبس لي سوريه وكذا ومنا وانت قاعد تليفون وجاب دروعك اللاعب راه كي قال لي دافع من عند اللاعب كبير ولا من عند مدرب راه يؤمن به كي الملاعب يحس بالاضافه ويحس باللي داير به المحيط به قاعد يضيف له راه مشي من به ومشي يتبع ويسمع كلمته ويسمع كلمته بالطبيعه جبنا نحكيو على المرسى بالليل نحب نشكر انسان معناه راجل معناه محترم ياسر في المرسى ومحبوب ياسر في المرسى فوزي الوسليتي تربطني به علاقه اليومنا هذا وقابلنا في الاستاد عطاء من جيبه الخاص ووقف مع الناس الكل ووقف مع المسؤولين ووقف مع اللاعبين تبارك الله عليه الناس انسان كيما هذايا معناه جندي في الخفاء واقف مع الناس الكل نحب نشكره برشا خاطره يحب المرسى وديما واقف مع المرسى و يا فوزي فوزي اخلاق وسلبية بالبرسا عطاها للجماية صحيح وقف مع الجماية عبد الكريم المرسى العام الجاي في الرابطة الثانية كيفاش تشوف الفريق في الرابطة الثانية قادر انه يرجع للمكان اللي تعودنا به القناوية قادر جماعية قادر بالجوارات اللي فيها باللي جان اللي فيها بالريكريتمون اللي جا صحيح فيها نقائص ونتصور المدرب مش يقف على النقائص هذه ومش تزيد تخدم تصور انت راه ليكيب زاد تكون تعمناول فهمت ان شاء الله تكمل تخدم هي قلت ربي في الطريق الصحيح بالامكانيات الموجوده بركره ما اللي جات عصام العمدوني ولا كسوه حده ولا كسوه التوني ولا لزاز هذوما لعبوا في نادي رادس هذوما لعبوا معناها ثم كاليتي في المرسى
وثم كيف كما قلت لك انا كيف نتاع مستقبل مستقبلها خير من الحاضر وعندها مستقبل وعندها ان شاء الله باش ترجع للمكان نتاع الساحه. كريم ملاحظه بالنسبه للسي اس اس تقريبا الفريق اللي لعب الفينال كاس تونس العام اللي فات حتى ملاعبه من الفريق هذاك ما هو موجود في الفينال نتاع ظهر لي حاجه اخرى تاكد انه السي اس اس تقعد ديما مدرسه ظهر لا ملعبش حتى ملاعبي من ال 11 اساسيين ملعب تشكيله اخرى معناها تبدلت هذا هو معناها ما ينجم يبرهن كان حاجه واحده للفريق ما يقف على حتى اسم الفريق كل عام قاعد يتجدد في ظل ظروف ماديه معناها خانقه ياسر في ظل ظروف مشاكل تلقى 11 ملاعبي راهو اسلام ابار ال 11 20 جوار من سونتر دو فورماسيون من جملة 24 معناها شيء الظهر للمادة الخام في النادي سفاكسي موجودة معناها وقت اللي الباركور كان صعيب من أول مقابلة في الكاس للحد النهائي اللي هو ضد مستقبل المرسى خاطر فريق كبير مستقبل في الدرجة الثالثة ولا الثانية ولا فريق كبير عنده تاريخ كبير مقابلة صعيبة الأولاد الصغار هذوما ظهروا اللي هما عندهم كاركتير كبير كما قلت لك معناها في النهايه زاد راهو الميريت زاد يرجع للاطار الفني كيفاش تعامل مع اللاعبين هذوما كيفاش حضر النهائي هو نصف النهائي الميريت زاد يرجع لنا انا قريب معناها من لي كوليس نتاع اصحاب مع الناس الكل اللي تعرف السلام الميريت زاد يرجع لشادي همامي دحمان قعلول خاصة تحس ملعبية تحب بعضها زادا وشوفنا تقريبا اللقطة نتاع دحمان كيفاش نحى الكابيتانا واعطيها اهم حاجة القعلول اعطيها القعلول الشادي الاول الشادي اعطاها القعلول هذا هو يظهر الفيستير اليوم نظيفة برشا في نادي سفيقس هذاك علاش في نادي سفيقس ثم خاصية ويعرفها عبد الكريم بحكم لعب برشا كورة ويعرف الشخصيات والناس عن قريب تعرف اللي نادي سفيقس معناه فريق يدخل الملاعبية كل سوا اسمه كل سوا منين جاي يدخل في البستير وفي الجو وتنجم تشوفه حتى عند سليم المحجبي عدى سنين ما شاء الله صفيه خبير نصر بدوي من مرسى مشاو هذاك هو الميريت يرجع زاد للملاعبية اللي موجودين دخلوا اولاد صغار راهو سي با فاسيل كيما قلت بلي نصر البدوي يعمل طلع على مستقبل مرسى جمعيته الام ولا سافا متواجد يجيكم يعاون في المرسى ولا؟ لا بعيد عن المرسى توا الحق بعيد هو متكون غاديك معناتها لا هو ولد ترجي الرياضي التونسي خذا فرصته في المرسى في المرسى يلعب في السنين بعد المرسى عيطت له سي اس اس بعد المرسى رجع رجع للترجي 92 نزل 91 92 من بعد مشى لصفاقس الجينيراسيون هذيا ماذا بينا نحاولوا نستحفظوا عليها الناس الكل تتجند الكوب وهزيناه المادة الخام اليوم موجودة في النادي السفاقسي ماذا بين الرجالات والناس كل تتكاتف مع الجماهير وميساج معناها اليوم صفاقس وجماهير سي اس اس لازمها من استاد لازمها من استاد سي لو مومون جميل اليوم راه تشوف 15000 في استاد و 60000 مطيشين لبرا يستناو في التساكر راهو اليوم بكل لطف معناه صحيح البلاد كلها تعدى بظروف صعيبه لكن راهو جماهير النادي السفاقسي تستنى في الحدث هذا ان شاء الله تتكاتف الجهود ويعطيوا الميريت للولايه هذه اللي ما صار فيها حتى شيء 20 سنه ولا 50 سنه ما صار فيها حتى شيء ماذا بينا اليوم الناس كل توقف مع الولايه هذه وتوفر على الاقل الحاجه الوحيده اللي تدخل البهجه وكريت انت كيفاش الناس قاعدة تستنى في الملاعبية 20000 معناها يستناو قدام البلدية يستناو المدي ساعة نتاع الليل ولا ساعتين معناها ظهر لابارتونونس نتاع الجماهير هذيا والاستحقاق على الأقل اليوم ندخلوا البهجة للجماهير ونوفروا الملعب اللي يليق بالنادي سفيقس اليوم 40 و50000 وان شاء الله مرة أخرى ألف مبروك للجماهير هذيا اللي تستحق كل خير ونحاولوا نستحفظوا على الإطار الفني وعلى البرودوي نتاع الملاعبيه اللي موجودين وحظهم بالله سمعني الميساج اللي وصله جماهير نادي رياضي الصفاقسي مهم قال لك سنلتقي امام قاضي السماء والبحر سيشهد على افعالكم بالنسبه للموضوع هذا نحينا تو من السياسه معناتها راهي مواكبين وهذوما الشباب ودنيتنا فلهذا راهو اموال في الرياضه اعطيونا حقنا ملعب محترم يليق بسمعه النادي رياضي الصفاقسي وبجماهيره كيف المعاملات
بالحقيقه احنا وخيان تونس كل شنيه هي تم راهو شو اسمه هو العلامات والشعارات نتاع معناتها الفيراج راهو حاجه مقدسه نتاع الجروبات. ماذا بينا السلطات الامنيه ولا مش الكل هو ثم شكونك اللي ماذا بينا معناتها ما فيها باس معناتها تو ينحيوا الدرابو نتاعهم وحدهم ومعناتها وتكمل الكره على خير. الحاجه الاخرانيه انا متخوف الحقيقة من دموع أي من دعمه. إيش معناه؟ اسكو متاع فرحة أو مغادر أو مغادر. الأيام هو حسب ما قال وقع سؤاله على الحكاية هذه قال أنا لابس مغادر تعدى بريود صعيبة بعد الكروازي وحس اللي كأني معناها تحرم منه الكوب مع مناوي كأنه كي هز الكوب السلام. راهو بصراحة احنا نتبعوا معناتها تقراب برشا راهو دعمان تعرض معناتها برشا مضايقات لا يزي اصابه لا يزي معناتها العديد من الفنيين اللي خرجوه حبوا يخرجوه من اللعبه معناتها ابار جماهير نادر الصفاقسي ما لقاه حتى دعم ما لقاه حتى دعم لكن في كل مره قاعد يثبت اللي هو راهو عن الجدار وما غير مزيه وما غير حد شيء. لا تدخل في تكوين الملاعبي تدخل في تكوين شخصيه الملاعبي والملاعبي يتعدى بالظروف هذه وغادي تدخل الشخصيه نتاع الملاعبي. نتاع فرحه وكذا. شكرت الملاعبيه نتاع مستقبل مرسى والشبان نتاع مرسى وبرفورمانس اللي عملتها المرسى قصوى معناها في الصعود نتاعها ووصولها للنهائي زاد وراها رجال زاد وقفت على المرسى وصرفت وعديت معناها الغالي والنفيس على مستقبل مرسى قصوى من مسؤولين كسوة من الجمهور سيرتو الهبه اللي ناريتها في النهائي ما شفتهاش من فينال 94 معناها المرسى كل عاش تجربه الاجواء اللي صارت في المرسى الاسبوع هذا الحق يقال من جمهور ومن الهبه اللي صارت ما عشتش 28 سنه فهمت الحمد لله اللي المرسى رجعت النقي هذه ورجعت حلمت خلت العباد تحلم وخلت العباد تعيش الاجواء نتاع مستقبل المرسى القديمه ان شاء الله نحطوا سقينا في القاعه السيزون فات الفينال مشي على روحه عندنا الجمعيه عندها اوبجيكتيف تو هي الصعود نرجعوا نحطوا سقينا في القاعه ونتواضعوا ونخدموا على روحنا راي البي حاجه اخرى ماهيش كوب وماهيش السي الوقت تسع يوفى معاك اسلام لكن رسم التتويج راهي ماهيش سامحني والله غالب انت يا اخويا اي ما تعديتش كما يلزم البروتوكول كانت فوضى مش معقول احنا نحبوا نعطيه صوره ممتازه للناس وكيف كيف راهو المرسى والسي اس اس وخيان ما ثماش مشاكل اصلا ما فهمناش شنو صار ما كنتش موجود في المقابله موجود اخي بعضهم يركعوا في المنصه هذيك اللي معناتها شو اسمها هذيك الاشهار نتاع نقولوا احنا كاس تونس موجوده نتاع ليبيا اللي هزت شكون هز البطوله ثم تنظيم الحقيقه ماهوش في المستوى اخر حاجه جمهور مستقبل المرسى ما عادش تروحوا اخر المقابل ما عندكش علاش تحشم معناتها بالعكس لازمك تشجع جمعيتك وفهمتها ولا وتهز راسك وتكون فخور يعطيك الصحه شكرا لك معايا محضر كريم كيف كيف ميرسي اسلام وحظ موفق لاصحابي المرساويه الكل يعطيك الصحه كريم شرفتنا ايضا بحضورك عبر الكريم يعطيك الصحه ومشكور على الاستضافه نتاعك هكا نكملوا في البلاي اليوم شكرا ايضا من الساسي في الاخراج الناصر الساكري في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام